أعزائي مشاهدين قناة البشارة الغالين على قلوبنا، أهلا بكم مرة تانية على قناة البشارة في اليوم الرابع على التوالي في احتفاليات قناة البشارة أو افتتاح قناة البشارة الجديدة. بشكر ربنا كتير قوي قوي من أجل اتصالاتكم ومن أجل رسائلكم على الفيسبوك أو على أي وسيلة من وسائل الاتصال على الإنترنت. بتشجعونا بعد ما بنخلص كل حلقة، يعني بنبقى مبسوطين جدا لما نشوف منكم رسائل جميلة بتشجعنا ان الارسال كويس جدا والصوت كويس والصورة كويسة، وخصوصا لما بعد ما اخلص واشوف كده بعض الرسائل الجميلة اللي بتفرح قلبي قوي من مصر، من مصرنا الحبيبة، من مصر الغالية على قلوبنا، اللي الارسال البشارة موجود فيها على النايل سات. وخصوصا اكتر بفرح اكتر لما بشوف رسالة كده جايلي من سوهاج او من اسيوط او من المنيا. يعني من شوية خلصنا التوك شو الأولاني وشفت رسالة جالي من سوهاج، من محافظة سوهاج الغالية على قلوبنا، وحد بيقول لي أنا كنت بتابع الحلقة والصوت والصورة جميلة جدا والترانيم والكلام والقناة دي جميلة جدا. حقيقي أنا بشكر ربنا وفضله كبير علينا، مش عارف أقول إيه ولا إيه، لكن ده بيفرح قلبي قوي وبيملاني سلام أكتر وأكتر إن إحنا على الطريق الصح. وهنستمر بصلواتكم ودعمكم وتعضيدكم لينا وتشجيعكم لينا واتصالاتكم لينا. واهلا بيكم في يوم جديد، وبيشرفني يكون معايا في الاستوديو النهارده في المره الثانيه او التوك شو الثاني في اليوم الرابع. مش عايز اقول ضيوف لان انا بعتبر كل شخص بيجي قناه البشاره هو ابن قناه البشاره او من عيله قناه البشاره، لان ما فيش عندنا ضيوف، كلهم غاليين على قلوبنا وده مكانهم. اهلا وسهلا باي خادم، اهلا وسهلا باي مرنم يجي يرفع اسم يسوع في المكان هنا. شرفني يكون معايا دكتوره غاليه على قلبي قوي وانا بعرفها من وقت قريب، لكن هي انسانه رائعه جدا وقلبها كبير لعمل ربنا. هي الدكتوره سونا مينيكيان، مدرس مساعد بكليه صيدله جامعه القاهره سابقا، هي عايشه هنا في كاليفورنيا معانا. برحب بيك يا دكتوره. اهلا بيك، شرفتينا ومبسوطين تكوني معانا النهارده. الله يخليك، ربي يباركك. وكمان معايا اخويا الغالي الاسيس سمير، غني عن التعريف، واقف في ظهرنا بيشجعنا وبيسندنا ويدعمنا كتير قوي في القناه بكل وقت وكل امكانياته، ربي يباركه. هو راعي الكنيسه العربيه بانهايم اعتقد، اسيس سمير ولا المنطقه؟ هي في انهايم بس اسمها نات افينيو كريستيان الشيخ. امين، برحب بيك وانت مش ضيف، سلام. انت ده مكانك، ربنا يباركك ويباركك. برحب كمان باخويا الغالي اللي اول مره يكون على فضائيه مسيحيه، وانا بتشجع قوي قوي، واحنا شجعنا بعضنا وهو قلنا له مش هرنم او انا مش هرنم غير في وجودك، وهو كمان مبسوط قوي ان يكون معانا النهارده، واحنا فرحانين بيك اخويا الغالي دانيال عزمي، عازف عود رائع جدا، وانا على فكره من عشاق العود. فانا لما عرفت انه بيعزف عود رحت ماسك فيه بايديا واسناني وقلت له مش هينفع ما يكونش ليك وجود معانا في قناه البشاره. واهلا بيك اخويا الغالي دانيال، باركنا النهارده بوجودك وبصوتك وبعزفك الجميل. تعالوا اعزائنا المشاهدين نرفع الهنا ونرفع قلوبنا ونطلب الهنا في طلبه صلاه مع اخويا الغالي الاسيس سمير في بدايه الحلقه. امين. ابونا السماوي نشكرك نعظمك نباركك يا رب، انت مستحق كل عباده وسجود يا رب، انت الهنا العظيم، انت الهنا المحب، الهنا الراعي، الهنا الفادي، نسجد ليك يا رب ونقدم لك كل شكر القلب وحمد الشفاه يا رب. بنصلي انك تسود على جلستنا بالبركه، تسود على جلستنا بالهدوء وبالراحه وبالسلام، تعطينا يا رب كلام عند افتتاح الفم، كلمة ممسوحة للجميع يا رب. اذكر كل من يشاهدنا على الشاشة الآن، بركة لكل بيت يا رب يشاهدنا ويشوفنا، أعطي الجميع من خيرك وغناك لأنك أنت إله غني في العطاء وكريم في التوزيع يا رب. بركة أيضا للعاملين في هذه القناة والخلف الكاميرات وللجميع، لأن أعين الكل إياك تترجى. أمين. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين. أمين. الشاشة دلوقتي منورة والأول مرة تكون منورة على شاشة البشارة أو على قناة البشارة في اليوم الرابع، بنشكر ربنا. وده وش دكتورة سونا معانا النهاردة الحلو، وأخونا الغالي دانيال اللي أول مرة يكونوا معانا، طبعا وشك أنت أسيس سمير برضو. ربنا يبارككم أعزائي المشاهدين، خليكم معانا وتابعونا، وبنستقبل تليفوناتكم ومداخلاتكم، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية مش شرط تكون بتتصل عشان تتبرع، لا، خليك تتصل تشجعنا
وتبارك للقناة والافتتاح القناة وتصلي من أجلنا. نفسي حد يتصل مرة ويقول أنا بصلي من أجلكم ويصلي كمان على الهوى ويصلي معانا على الهوى ويقول أنا بصلي من أجل القناة دي يمتد اسم الرب فيها إلى الأبد. كمان اتصلوا واطلبوا طلبات صلاة لو عندك طلبات صلاة وحابب خدام الرب الحلوين النهاردة القاعدين قدام الرب يصلوا من أجلك. أمين. اعمل كده عزيزي وعزيزتي المشاهدين النهاردة. تعالوا مع بعض نبتدي حوارنا، وحابب ابتدي بالدكتورة سونا اللي مشرفانا النهاردة. تحبي تقولي ايه النهاردة لقناة البشارة وانتي منورانا النهاردة؟ انا سعيدة جدا اكون موجودة معكم النهاردة واحضر افتتاح قناة مسيحية جديدة علشان الحصاد كتير والفعل قليلون. نعم. والراعي الصالح بيبحث عن خرافه الضالة، وأتمنى لخدام القناة أجنحة كالنسور يوصلوا بيها أنحاء العالم كله ويبشروا برسالة المحبة. منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. دي صلاتي للقناة، وإن شاء الله الرب يوصلها لأنحاء العالم كله لرسالة المحبة. ما أروع كلماتك الجميلة المشجعة للقناة. وعايز أقول لأعزائي المشاهدين إن الدكتورة سونا هي من أصل أرمينيا، صح؟ أيوه أرمينيا. العربي بالأرمينيا وبكل لغات العالم إحنا هنرنم وهنسبح إلهنا وهنرفع اسم يسوع بكل اللغات، ونقول يسوع شكرا ليك على كل ما فعلت. باركي يا نفس الرب، يعني اشكري يا نفس الرب كل حسنات الرب اللي بيفيض بيها علينا. كل أحبائنا في مصر المرنمين الغنين على قلوبنا، الخدام الرائعين شايفيننا في مصر اللي بنفرح جدا لما نشوف ترانيمهم وخدماتهم وكلماتهم المؤثرة، يا رب يبارك الجميع ويتمجد من خلالكم ويعمل نهضة غير عادية في مصر في اسم الرب يسوع. بداية ما بدأنا قناة البشارة وإحنا بنصلي مجموعة اللي أسست القناة الرب يباركها واللي على قلبها القناة، بنصلي كلنا يا رب ما تخليناش في يوم من الأيام ما تسمحش ان احنا نطلع ونقول يا رب احنا محتاجين واحنا تعبانين واحنا، سدد انت الاحتياج من غير ما نطلب او نفكر ان احنا عندنا احتياج. انا أسيس سمير، ايه تعليقك على القعدة الجميلة دي؟ حقيقة انا مبسوط في وسط القعدة دي وفي وسط اخواتي، وبرحب بالدكتورة اول مرة تحضر معانا، وبالاخ دانيال، وبحضرتك وصحبة جميلة، وخاصة إن القعدة فيها ترتيل وفيها عود، فبتخلي دايما داود بيقول سبحوا الرب بعود بأوتار بمزمار، فالترنيم فعلا هو بيلمس قلب الله في التسبيح. بنقدر مكتوب كده ادخل إلى حضرته بترنم، فلما بنرنم وندخل لحضرة الرب ونمجده ونسبحه ونعليه بنحس بمجد الله في حياتنا، بنحس بمجد الله في قعدتنا، بنحس بمجد الله وفرح الرب هو قوتنا، ومش هنفرح إلا لما نرنم. صح. أمين أمين. رب يباركك. وعايز أسأل الدكتورة سونا، يمكن أنا عايز أقول لحضراتكم الدكتورة سونا أنا تعرفت عليها من خلال برنامج من السجن للملك اللي انتوا هتشوفوا حضراتكم الوقت اللي جاي، وانا كنت بقدم البرنامج ده حقيقي في قناة جميلة جدا انا بحبها، قناة السيسات، ومديرة القناة الأستاذة هايدي الجميلة، مديرة القناة اللي كلنا بنحترمها وبنحبها، ومن القنوات الجميلة اللي أنا خدمت فيها 3.5 سنين من أجمل السنين الجميلة اللي أنا خدمت فيها. وهي أنا تعرفت عليها من خلال البرنامج لما قالت لي إن هي بتشوف البرنامج وبتتابعه، فأنا هسيبها هي تتكلم بقى عن البرنامج. فعلا أنا متابعة برنامج من السجن للملك، وعجبني الفكرة يونيك مميزة، لأن خدمة السجون وأهالي الناس المسجونين محتاجين لاهتمام ورعاية خاصة. نعم.
وعايزة أقول للناس اللي هي بتنتقد القناة وتقول إن المساجين دول ناس أخطأوا وإنهم يستحقوا العقاب، ومين فينا ما أخطأش؟ الجميع أخطأوا وعوزهم أجد الرب، والمسيح قال الأصحاء لا يحتاجون لطبيب بل المرضى. نعم. ولما جابوا للمسيح المرأة الخاطئة وكانوا عايزين يرجموها، قال اللي فيكم من غير خطية يرجمها في الأول. فخدمة السجون دي خدمة مهمة وفكرة جيدة سيد صفوت، بشجعك تكملها. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة أنت اتكلمت فيها ووضحها لأعزائي المشاهدين. يمكن الدكتورة سونا بتقول ممكن يكون المسجون أخطأ، فبغض النظر عن أنه أخطأ أو ما أخطأش لازم نقف جنبه ونساعده، دي حقيقة لازم نعملها. لكن عايز أقول لكم من خلال خدمتي في خدمة السجون وإخوة الرب في مصر من 2005، أنا لاحظت وشفت وتأكدت ان في 90% من المساجين هم ابرياء نفسه قوي تشوفوا البرنامج ودعموا البرنامج ودعموا القناه يا جماعه. لان فعلا انا من 2005 لحد النهارده وانا على قلبي قوي الخدمه دي. انا برغم ان انا خدمتي الاساسيه هي الترنيم والتسبيح، لكن الله حط جوايا لان انا اتألمت واتظلمت واتبهدلت كتير مع الناس دي، وهحكي لكم اختباري في يوم من الايام عشان تعرفوا انا ليه بحكي عن الخدمه دي وليه بخدم الخدمه دي. سجن للملك، صلي من كل قلبي أنه يخرج كل شخص مش المسجون في سجن الحديد بس، لكن في سجن الخطية، في سجن المرض، في سجن الألم، يخرجوا للملك مع يسوع. أعزائي المشاهدين، عايز أنوه على حاجة مهمة قوي. بفكركم أن أنتوا تدعموا القناة بصلواتكم أهم من أي حاجة تانية. وكل قناة مفتوحة يا رب باسمك، أنا بصلي من أجل كل القنوات يا رب. إحنا يا رب جوانا حب غير عادي لكل الناس يا رب، إحنا بنحب الكل. لأن الكل يا رب إحنا نفسنا نتحد كلنا واحد يا رب في المسيح، نقدم لك خدمة غير عادية. تشوفنا يا رب مليانين حب يا رب، لو ما شفتش جوانا حب مش هتباركنا، مش هتسمح بأي بركة في حياتنا ولا في خدماتنا ولا في بيوتنا ولا في كل أمورنا. يا رب كمل العمل اللي أنت بدأته في قناة البشارة، مش هتمشي يا رب غير بيك أنت. في اسم الرب يسوع آمن، واستجيب ولك كل المجد يا سيدي. آمين. أعزائي المشاهدين، شكرا ليكم من أجل القعدة الحلوة معاكم. بشكر أختي الغالية الدكتورة سونا على حضورها وتشريفها النهاردة وتلبيتها لدعوة الحضور النهاردة. ربنا يباركك وشكرا لحضورك. بشكر كمان أخويا دانيال على عزفه الجميل وعلى ترنيمه الحلوة وعلى صوته. ربنا يباركك وأنت معانا بقى، مفيش بقى أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت معانا على طول. أمين. شكرا أسيس سمير على مشاركتك الحلوة، والرب يباركك وبارككم أعزائي المشاهدين. شكرا ليكم، واستنونا دقائق وهنرجع لكم تاني في توك شو جديد وخدمات البشارة وأحلى احتفاليات لقناة البشارة. ربنا معكم.